بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فالقتل الوارد في القرآن الكريم هو القتل الذي يكون في سبيل الله وعلى منهج الله وفي منهج رسول الله وفي خلال الضوابط المعروفة من قبل الدين الإسلامي الحنيف. إذن كل الناس الذين يعملون في سبيل الله ويجاهدون بنية صادقة من أجل نصرة دين الله وإحياء قيم الإسلام هم عند الله، إذا كانوا بنية صادقة وكانوا بنية مخلصة، هم عند الله شهداء وهم بمثابة الشهداء. أما إذا كان الإنسان لا يعمل بهذه النية فربما له حساب آخر عند الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا. قد أجاب على السؤال ومعنى كثير أنه فقط كلمة الشهداء الإسلام والشهادة الإمام الحسن عندنا الإمام الحسين عليه السلام، الحسن والحسين في التاسع من عاشوراء جعل أهل عاشوراء يرون أماكنهم في الجنة. هذه شهادة، يعني رأوا الرؤية، الرؤية شهادة. بعدين في سورة الأعمال مرة أخرى الآية 83 بيقول إنه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. المسلمون يعني كل هذا الكون بالمعنى القرآني وله أسلم من في السماوات والأرض، اللي خارج السماوات والأرض ما دخلها، أما اللي في السماوات والأرض كلهم في رأي القرآن في رأي الله مسلمون. وإذا شهدوا لله وشهدوا الله وشهدوا لله وقاوموا إبليس عدو أبيهم آدم، نعم كما تفضل شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ففي موضع عندنا رقية يقولون لي ما نموت وأنا نموت. الحسين ما أرى الموت إلا سعادة، الحسن لا أرى الموت إلا سرورا. وبتشوفوا الرباعية اللي قالت لكم انه جنة الديار المسيحية كلها المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، أظن كل رباعية فيها هذا الكلام.